السيد المرحوم جاسم محمد الوزان بدأ مسيرته التجارية من دكان صغير في سوق الفرضة، أو كما يسمونه اليوم سوق المباركية. بلش بالفرضة بدكان صغير، وطبعا كان رجل عصامي وشباب ذلك الأيام، وكان دائما يبحث عن الجديد. المرحوم أول طبعا هي الدكاكين، كانت دكاكين بقالة، والبقالة تبيع كل المواد، الحبوب، العيش، وبعض المعلبات المستوردة. كان رحمه الله يملك رؤية مستقبلية واضحة، شغوفا بعمله حتى انفرد وتميز في تلك الحقبة. وطبعا المبنى اللي احنا فيه من سنة 1960، وكان هذا أول مصنع لإنتاج اللحوم المصنعة اللي هو بما يعرف اليوم خزان. أول وكالة جات لسنة 1945 اللي هي وكالة دهن كلارا مشهورة. كان هو بداية أنه أخذ هذه الأصناف من كثير من البعثات الأجنبية اللي تجي للكويت، بلش يتعامل وياهم وبلش يفهم لغتهم. ملك قلوب الناس بحسن تواضعه، وكان إنسانا ذكيا، أجاد 3 لغات أجنبية آنذاك: اللغة والمعاملة، وكانت روح الله يرحمه مرحة، وهذا اللي ساعده وفتح عليه التجارة منه أو أبوابه. وفي بداية الثمانينيات عمل على إشراك أولاده وتهيئتهم لحمل أعباء التوسع الكبير للشركة، ويينا وعطانا ملف أول مصنع للمعلبات، وهذا المصنع كان الصراحة أساس قوي بتزويد حاجة الكويتيين أيام الغزو إلى يوم الغزو المشؤوم. بلشت الأمور تتغير. في 2 أغسطس 1990 دخلت القوات العراقية محتلة أراضي دولة الكويت، الأمر الذي ترك العالم العربي والإسلامي في ذهول تام. تعتبر حقيقة فاجعة يعني بدخول هذه القوات لدولة صغيرة جارة. قصر دسمان في ذيك الفترة من الزمن، العالم بالشوارع، سيارات فاضية، العالم بالجمعيات، إن الناس بدأت تتحرك للاستحواذ على بعض المواد الغذائية وكذلك المواد الأساسية لمعيشتها. في ذلك الوقت كانت أكبر مخازن للمواد الغذائية بعد مخازن الجمعيات التعاونية هي مخازن شركة أولاد جاسم الوزان للتجارة، وتقدر ب21 مخزن تحوي كافة أنواع المواد الغذائية والطبية والتكميلية. اللي صار بلي شويخ سيد خالد الوزان جمع جميع مدراء الشركة وقال كلمة، الله يرحمك يا أبو سليمان، قال كل شيء لنا اليوم مو لنا، كله حق أهل الكويت. كل مخازن الوزان لازم تفتح للشعب الكويتي، وإن اليوم أصاعد هذه الأموال لأموال الشعب الكويتي. لا نظر حق أملاك، لا نظر حق، نظر حق بلد. وهو يحب المخاطرة، يحب يتاجر، فهو طبعه تاجر، يحب المخاطرة. فيوم شاف إن ديرته كانت تحتاج المساعدة فتح المخازن وخاطر بحياته، فأنا ما أشوف فيها شيء غريب عليه صراحة. وتم الاتفاق على أن توزع هذه المواد إلى الجمعيات التعاونية، والجمعيات التعاونية قريبة من المستهلكين، قريبة من الأهالي، فقامت بدورها وواجبها الوطني. أول 3 أيام فضلت الجمعيات التعاونية، فإحنا حاولنا بالبداية أن نوصل أكبر كميات غذائية ونشغل المصانع ونوديها إلى الجمعيات. وفي نفس الوقت ولعدم وجود السيولة المادية، تم التوزيع بالبطاقة المدنية على المواطنين
بدون أخذ أي مردود مالي، لأن الموضوع موضوع وطني، موضوع مرتبط بمعيشة شعب. قدرنا نضع 7 مخازن في محافظات الكويت، بالجهرة، بالفحيحيل، بالأحمدي كلها، وكذلك هناك المصانع المرتبطة في العائلة قامت بواجبها ووزعت اللحوم كخزان، ووزعت المعلبات الجاهزة كشركة المعلبات الوطنية. هذه قاموا شباب كويتيين راحوا صبحان صنعوها، مصانع الكيك، مصانع اللحمة كلها اشتغلت. هذه كانت تتأمن لأمد طويل. كان الجيش العراقي الغاشم آنذاك يبحث عن هذه المخازن والبضائع لنهبها ومصادرتها، وبحنكة إدارية استطاع أبناء عائلة الوزان من تغيير الموقف لصالح الشعب الكويتي. تعتبر الأمور اللوجستية المهمة في الإمداد والتموين، المواد الغذائية هي رقم واحد، فكان همهم الشاغر أن شلون يستولون على المواد الغذائية. عندنا خيارين، يا أما أن العراقيين يأخذون كل المواد الغذائية، أو أن العراقيين يأخذون 20% ويظل 80% يوزع حق الشعب الكويتي. الحمد لله، يعني احنا قدرنا ان نسيطر على جزء كبير من هذه المواد وابقائها في المخازن عن طريق الاتفاق مع الضباط العراقيين. نقاط الضعف في الشعب العراقي ان شعب يعاني، شعب طالع من 8 سنوات حرب مع ايران، ويأينا الاخ هني ميت يوع يبي ياكل، وهذا كله يعني بطريقة عفوية ونظامية، أن هؤلاء هم استفادوا ما في شك يعني من هدايا وأمور أخرى، والشعب الكويتي كذلك استفاد بأن تبقى هذه المواد حتى التحرير وما بعد التحرير. فبعملية إدارية الحمد لله نجحنا فيها، أن مكناهم من حراسة بعض المخازن الغذائية لنا لحمايتها منهم، وهذا الشيء اللي ساعدنا في توزيعها. كلف النظام البائد بعض المسؤولين في العراق بالرصد والمتابعة المباشرة لزيادة حصيل المصادرات من خيرات الكويت. وجود وزير التجارة العراقي في الكويت لنهب المخازن و الاستيلاء عليها ومن ثم إرسالها إلى العراق. كان وزير التجارة يمشي وراء عربة لحيم يجي عند المخزن لفة. الوزير لما جلس وياي قال إن أنتوا ما سجلتوا مخزن، وإحنا اكتشفنا وهذا المخزن مليء بالسكر والطحين، وتدري شنو هذه عاقبة عدم تسجيل هذا المخزن؟ هو الإعدام. ازدادت خطورة الموقف في تلك الفترة، وراح ضحيتها العديد من الأسرى والشهداء، إلا أن هذا الأمر لم يزد شعب الكويت الصامد إلا إصرارا وعزيمة لمواصلة البذل في سبيل الوطن. فما كان تمنا، ما كان نفكر حياة موت، هذا ما حد يفكر فيه. أنا أفكر شلون أوصل لقمة حق أهلي، أنا أقصد أهلي أهل الكويت، هذا المهم. هي يعني هي مجازفة، وفي نفس الوقت يعني أنا شعرت بأن يعني أنت الله سبحانه وتعالى نزع الخوف من نفوسنا، وبدأنا نتنقل بسياراتنا في جميع أنحاء الكويت، إيصال المساعدات للناس، ومن ثم تطمين الناس كذلك بالبقاء والاستمرار في العصيان المدني. كانت مكاتب الشركة كخلية النحل، اجتمع فيها المخلصين لهذه الأرض لإدارة شؤونهم في فترة الاحتلال. وعلي السالم كان يحضر في جلسات المناقشة في كيفية إدارة أوضاع البلد والتوزيع على كافة أفراد الشعب. يعني أتذكر أنا البيت اللي فيه 5 أشخاص وقال يعطيهم 500، البيت اللي فيه 500 دينار عراقي وقتها،
والبيت اللي فيه أكثر من 5، 7، و10 يعطيهم 1000، فكانت هاي الفلوس ترجع يشترون فيها مواد غذائية، احنا ناخذها نرجعها على الشيخ علي سالم العلي ويقوم في توزيعها. وفي أواخر أيام الغزو الغاشم شنت عناصر الجيش العراقي هجوما عشوائيا أخذوا فيه ما يقارب 7000 شاب كويتي من منازلهم ومن المساجد، نهيك عن المارة في الشوارع، وأودعوهم السجون ثم نقلوهم للعراق. احنا حقيقة كنا من ضمن هذه المجاميع، ولكن استطعنا أن نخرج من الأسر في اليوم الثاني، وهذا كان مرتبط في عملية التنسيق اللي قام فيها أحمد الوزان، بحكم أن عنده شهادة عدم تعرض، اللي هو هذا ساعدني في التنقل مع الشيخ علي سالم العلي في كل مناطق الكويت، نقل الأموال، نقل المواد الغذائية، نقل أشياء وايد، وهذه اللي أنقذت المجموعة اللي هم علي السالم وأنا شخصيا وأحمد من الأسر في اليوم الثاني. اشتغلنا لحماية بلدنا في طريقة أنا أسميها طريقة عفوية. الطريقة العنقودية في عملية توزيع الغذاء وتوزيع الأموال كانت رائعة جدا. ما يقول أنا فلان ولا هذا يقول أنا فلان، لا فقير ولا غني ولا شيخ ولا مواطن، كلنا نفس الشيء، كلنا اشتغلنا بكف واحدة. شعب توحد بشكل ما يتصور العقل البشري. وكان هناك جيل جديد من العائلة شب على حب التضحية والعطاء في سبيل الوطن، واستلهم من ماضيه العريق حب العمل والاجتهاد. وكنا عايشين بالخليج فترة الغزو، كنا بالإمارات، وعينا أن في سوق ثاني وإحنا مو متواجدين فيه. فيعني من بعد الغزو يمكن مرحلة افتتحنا يمكن أول مصنع لخزان في الإمارات، والخطوة الثانية اللي بعدها كانت قطر، والخطوة اللي بعدها كانت السعودية والأردن وأفغانستان. فاليوم الشركة صارت خلينا نقول خليجية إقليمية من ناحية التوسع في المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية. يمكن كان دائما يعني من بعد الغزو نقول شلون احنا ننوع مصادر الدخل، انه ما راح نضل احنا بس في الكويت، راح نفكر بمنتجاتنا في الخليج، وشلون احنا نحاول نصير الصنف الرقم الأول للمستهلك. من هنا كانت البداية، وهنا تبقى قصص البذل والإخلاص شاهدا في تاريخ الشركة على مستقبل واعد.